الأخلاق في مجتمعنا ولت حاجة ثانوية مش أساسية إلا من رحم ربي. ولت الحاجات الأساسية في ديننا هو إنك تصلي وإنك تصوم، ونسينا إنه مرأة دخلت النار بسبب هرة، نسينا إنه صحابي دخل النار خاطر سرق قطعة قماش. فديننا مش إنك تصلي وتصوم وأخلاقك كأبي جهل وكأبي لهب، تظلم وتغدر وتخون وبعد تجي تغطي عيوبك وأغلاطك باسم الدين. والله الدين بريء منك ومن أفعالك. وبعد تريد الجنة؟ الجنة ليست للمنافقين على فكرة، الجنة ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. فما تحكيليش على الدين وعلى عدل الله وإني نشوف فيك الظلم بسم الله. ما تحكيليش على تلاوة القرآن وإنه في كل حرف لي 10 حسنات وإني ما نشرى فيك تطبق حتى حرف واحد قريته أنت من القرآن. ما تحكيليش على صلاة الجمعة وإنت ضميرك مفقود في كل يوم جمعة. ما تحكيليش على فتوى وعلى الحلال والحرام وإنت لتفرق بين الحلال والحرام. على فكرة هذا دين مش قالب. فقبل ما تحكي لي على دين الرحمة، وريني الرحمة اللي تعلمتها من الدين. وما تحكي ليش على الدين، خليني نشوف الدين فيك، في أخلاقك وفي تصرفاتك معايا يرحم والديك. وما تحكي ليش على الدين، خليني نشوف الدين فيك، في أخلاقك وفي تصرفاتك معايا يرحم والديك.